كلكم يا حلوين بدنا ناخذ لعامة مراجعة باللغة العربية. من خلال المراجعة بدنا نقرأ السؤال اللي بدنا ناخذه اليوم يا حلوين. عندي هنا صنف الكلمات التالية، عندي كلمة ذرة، كلمة سمكة، كلمة حوت، نبات، بقرة، بيت. بدنا نصنفهم تا مربوطة متصلة، تا مربوطة منفصلة، تا مفتوحة. طيب يا حلوين انتوا يا عسل، التا مربوطة متصلة من بين هذه الكلمات مين يختار لي؟ يلا شوفوا الايدين الحلوة يا حلوين. يلا يا محمد اتفضلي ماما. يلا اختار لي التا مربوطة المتصلة من بين هذه الكلمات. سمكة. برافو احسنت يا محمد، سمكة. طيب سمكة متصلة مع الحرف القبليها صح ولا لا؟ حرف ايش؟ اقرأ لي اياه. حرف الكاف. احسنت يا محمد، حيو محمد يا حلوين. مين يختار لي التا مربوطة المنفصلة مش ماسكة ايدها ولا مع حرف؟ مين يا عسل؟ تفضل يا ديما. يلا اختاري لي من بين هذه الكلمات التاء مربوطة المنفصلة مش ماسك ايدها ولا مع حرف. كلمة ذرة. احسنتي ذرة. طيب ذرة اجت متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. منفصلة عن حرف الراء. احسنتي يا ديما. تفضل يا ديما، حيو ديما يا حلوين. في بالي كلمة، مين يطلع يختار لي تاء مربوطة المنفصلة مش ماسك ايدها ولا مع حرف؟ تفضل يا جوانا. يلا اختاري لي من بين هذه الكلمات التاء مربوطة المنفصلة مش ماسك ايدها ولا مع حرف. يلا كلمة بقرة. احسنت، اشري لي عليها. برافو، منفصلة التاء مربوطة عن حرف الراحة مع حرف الراء. احسنت يا جوانا. تفضل يا جوانا، حي جوانا يا حلوين. طيب يا حلوين باين عندنا التاء مفتوحة المبسوطة اللي بتضحك كتير كتير فرحانة، مين يختار الكلمة من بين هذه الكلمات التاء مفتوحة اللي بتضحك مبسوطة؟ إبراهيم تفضل يا إبراهيم. يلا اختار من بين هذه الكلمات التاء مفتوحة. يلا أيوه بيت. بيت، برافو. طيب التاء مفتوحة هنا اتصلت مع حرف إياه، مع حرف الياء. أحسنت، حيوا العسل إبراهيم يا حلوين. تفضل يا إبراهيم. يلا ضايق، في كلمات بها تاء مفتوحة مبسوطة بتضحك، مين يطلع يختار لي؟ يلا يا سارة تفضلي. يلا اختاري لي من بين هذه الكلمات تاء مفتوحة بتضحك كلمة، يلا اقرأي لي اياها. نبات. نبات، احسنتي. طيب التاء هنا منفصلة ولا متصلة مع حرف الألف؟ منفصلة. منفصلة، احسنتي، حيوا العسل سارة يا حلوين. ضايل كلمة يا حلوين، مين يختار لي؟ ضايل كلمة مفتوحة بتضحك مبسوطة، تعالي قولي تفضلي. يلا اختاري من بين هدول الكلمات كلمة توت. كلمة توت، احسنتي. طيب التاء متصلة مع حرف الواو ولا منفصلة؟ منفصلة. منفصلة، حي العسل تلين يا حلوين. عرف على النشاط الثاني من خلال المراجعة قال القمرية وقال الشمسية، عندي كلمات بها قال القمرية وقال الشمسية هي كلمة الباب، الثوب، الشمس، القمر، النار، الياء. مين يختار لي أنت قال القمرية؟ مين يختار لي من بين هذه الكلمات قال القمرية؟ مين يا حلوين؟ تعال تفضل يا بشرى. يلا اختاري لي من بين هذه الكلمات قال القمرية. اقرأي كلمة الباب. احسنتي، حي العسل. بشرى يا حلوين. طيب ايش احنا بنحط على ايش؟ الباب، اللام نحط عليها سكون ولا شدة؟ سكون. سكون، برافو يا حلوين. طب مين يختار كمان كلمات قال القمرية؟ تفضلي حمزة. يلا القمر. كلمة القمر. القمر، أحسن يا حمزة. طيب اللام هنا بنحط عليها حركة السكون ولا الشدة؟ حركة السكون، أحسنت يا حمزة. تفضل، حيوا حمزة يا حلوين. مين كمان يختار القمر القمرية من بين هذه الكلمات؟ تعي حمزة تفضل. نختار من بين هذه الكلمات كلمة يا. كلمة
اليا. اليا احسنت يا حمزه. طيب اللام هنا بتاخد ايش؟ حركات سكون ولا الشده؟ قال القمريه السكون. السكون احسنت يا حمزه. حيو حمزه يا حلوين. خلصنا يا حلوين. قال القمريه. هل قد بدنا نروح على قال الشمسيه؟ مين يختار من بين هذه الكلمات قال الشمسيه يا حلوين؟ مين؟ يلا مين العسل يطلع؟ يلا يا روعه تفضلي. يلا اختاري من بين هذه الكلمات قال الشمسيه. احسنتي برافو. ان نار. طب الحركه اللي بدي احطها على النون حركه شده ولا سكون؟ شده. شده احسنتيها روعه. حيوا على العسل روعه يا حلوين. مين كمان العسل يختار لي قال الشمسيه من بين هذه الكلمات؟ تعالي ابراهيم تفضل. يلا اختار من بين هذه الكلمات قال الشمسيه كلمه الثوب. احسنت كلمه الثوب. طب الحركه بدي احطها على الثاء حركه شده ولا سكون؟ حركه شده. برافو يا ابراهيم احسنت. حي العسل ابراهيم يا حبيبي. مين كمان يطلع لك؟ مين يطلع لي كمان يختار لي قال الشمسيه من بين هذه الكلمات؟ عايش وانا. يلا اختاري من بين هذه الكلمات. يلا ايوه اقرايها. احسنتي برافو يا حلوه. طيب الحركه اللي بدي احطها على حرف الشين حركه الشده ولا السكون؟ الشده. برافو يا عسل. حيوا العسل اجوانا يا حلوين. يا حلوين بدنا نتعرف على هذه الصور والبطاقات. عندي الصوره هنا صوره سلطه. يلا بصوت عالي صوره. طب لو انا بدي ادخل عليها ال الشمسيه وال القمريه ايش بدها تصير؟ السمكتو. السمكتو. طب هنا اللام لام قمريه ولا لام شمسيه يا حلوين؟ لام شمسيه. لام شمسيه احسنتوا. طيب هنا صوره ايش هذه يا حلوين؟ لام. طب بدي ادخل عليها الالف واللام ايش صارت؟ لام شمسيه. طب مع بعض الكلمه صارت النحلة تو. النحلة تو. مع بعض النحلة تو. النحلة تو. هنا اللام لام شمسية ولا قمرية؟ لام شمسية. النون هنا بنحط عليها حركة السكون ولا الشدة؟ شدة. الشدة احسنت يا عسل. طيب عندي حلوين ترى كيف انا برقص؟ البقرة تو. البقرة تو. هنا اللام لام شمسية ولا لام قمرية؟ أحسنتوا. طيب اللام هنا يا حلوين عليها حركة السكون ولا الشدة؟ السكون. حركة السكون برافو يا روعة. طيب عندي صورة ايش هذه؟ قطة. دخلت عليها الألف واللام صارت القطة تو. القطة تو. لام لام قمرية ولا لام شمسية؟ قمرية. لام قمرية. طب الحركة اللي على اللام حركة السكون ولا الشدة؟ برافو يا حلوين. طب اخر صوره بديش انا اغلبكم معايا طولت عليكم. طب عندي هنا الطائره. اللام هنا الطائره. اللام هنا لام شمسيه ولا لام قمريه؟ لام شمسيه. لام شمسيه احسنت. طب حرف الطاء عليه حركه الشده ولا حركه السكون؟ حركه. برافو يا عيني حركه الشده. تفهم حمد ولا حركه السكون؟